قال جد لحفيده يوصيه: لا تكثر من مديح من تحبه، ولا تمشي مع من لم يطع ربه، ولا تثرثر بالمجالس، ولا تسلم وأنت جالس. الصديق الذي تخلى عنك لا تسعى أبدا لقربه، ولا تتكبر ولا تلين ولا تتجبر. الصادق لا يحلف، والواثق لا يبرر، والمخلص لا يندم، والكريم لا يمن، والمحب لا يمل. كن كما أنت ولا تكن كما يريد غيرك. احترامك للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم، ولكن مبدأ تتعلمه من دينك وتربيتك. احترم تحترم، فكن تريا بأخلاقك، غنيا بقناعاتك، كبيرا بتواضعك. لا تنظر لمن يتكلم عليك من خلفك، لأنه في الأصل هو خلفك وليس أمامك. لا تخبر الناس كم تحفظ وكم تقرأ من القرآن، بل دعهم يرون القرآن فيك. أطعم جائعا واكس عاريا، وساعد محتاجا، وارحم ضعيفا، وسامح مسيئا، وبر بوالديك، وابتسم دائما للجميع. سلام.